في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة. ولد يحيى السنوار في 7 أكتوبر عام 1962 لعائلة نزحت من مدينة مجدل شمال شرقي القطاع بعد نكبة عام 1948. نشأ السنوار في ظروف صعبة، تأثر في طفولته بالاعتداءات والمضايقات الصهيونية المتكررة على سكان المخيمات. تلقى تعليمه في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين قبل التحاقه بالجامعة الإسلامية في غزة، ليتخرج منها بدرجة البكالوريوس في شعبة الدراسات العربية. كما كان له نشاط طلابي بارز دفع به إلى تولي مهام قيادية بالنظر إلى ما تميز به عن أطرابه في الجامعة، لكنه سرعان ما اعتقل على يد قوات الاحتلال عام 1982 وهو في 20 من عمره، ليوضع رهن الاعتقال الإداري لأربعة أشهر قبل إطلاق سراحه، ليعاد اعتقاله مرتين بعدها. في عام 1986 وبتكليف من مؤسسي حماس الشيخ أحمد ياسين، كان السنوار 3 أسسوا منظمة الجهاد والدعوة مجد، وكانت مهمتها ملاحقة عملاء وجواسيس الاحتلال الصهيوني إلى جانب تتبع ضباط المخابرات وأجهزة أمن الكيان. وما لبثت أن أصبحت المنظمة نواة أولى لتطوير النظام الأمني الداخلي لحركة حماس. بعد نحو عامين اعتقل السنوار مرة أخرى وحكم بتهم تتعلق بقيادة عملية اختطاف وقتل جنديين صهيونيين وقتل 4 عملاء مع الكيان. صدر في حقه حكم المؤبد 4 مرات بمجموع 426 سنة، أمضى منها 2 من الزمن في سجون الاحتلال، محروما من الزيارات العائلية والرعاية الطبية اللازمة، كما قضى فترات طويلة في العزل. ومع ذلك كان السنوار زعيما بارزا لأسرى حماس وشخصية مؤثرة بين جميع السجناء الفلسطينيين قبل أن يفرج عنه مع أكثر من 1000 أسير فلسطيني عام 2011 مقابل الجندي الصهيوني جلعاد شريط في الصفقة المعروفة إعلاميا باسم الوفاء للأحرار. يعترف الكيان الصهيوني بتمتع السنوار بقدرات غير عادية على التحمل والمكر والتلاعب والاحتفاظ بالأسرار حتى داخل السجن بين السجناء الآخرين، تماما كاعترافه بأنه قام بدراسة الاحتلال من الأسفل إلى الأعلى. شارك يحيى السنوار بعد تحرره من الأسر في الانتخابات الداخلية لحماس عام 2012، وفاز حينها بعضوية المكتب السياسي للحركة قبل انتخابه على رأس الحركة في غزة خلفاً لإسماعيل هنية عام 2017، وأعيد انتخابه عام 2021 لولاية ثانية. تولى السنوار أبو إبراهيم مسؤولية الإشراف على الجهاز العسكري لكتائب عز الدين القسام، وكانت ذكرى مولده 61 مقترنة باندلاع طوفان الأقصى، قبل اختياره وبالإجماع رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس.